أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في موجز السادسة من قناة تناصح. أكد مصدر محلي من بني غازي الجمعة العثور على 12 جثة مرمية في مكب للقمامة في منطقتي الليثي وطريق النهر في المدينة. وأظهرت صور تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الجثث وهي ملقاة على طريق مكبلة الأيدي وعليها أثر تعذيب وإطلاق رصاص. هذا وقال مصدر أمني إن الجثث تعود لمعتقلين لدى ما يعرف بكتيبة طارق بن زياد المدخلية والمقربة من صدام نجل خليفة حفتر. طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض على القيادي في ميليشيا الكرامة المدعو محمود الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية. هذا ودعت بن سودة في بيان لها خليفة حفتر بصفته رئيس الورفلي للعمل مع السلطات الليبية لكي يمكن إلقاء القبض عليه. هذا وجددت المدعية العامة للمحكمة الدولية جميع الدول بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم ليبيا في تيسير القبض على الورفلي وصفة عملية الإعدام الأخيرة أمام مسجد بيعة الرضوان بأنها انتقام للتفجيرات التي وقعت في منطقة السلماني الثلاثاء الماضي. طلب مدير مكتب خليفة حفتر عون الفرجاني الخميس بضبط القيادي في ميليشيا الكرامة محمود الورفلي وإيداعه في حجز الانضباط في المرج واتخاذ إجراءات التوقيف والتحقيق حياله على حد زعمه. جاء ذلك في رسالة تعميم وجهها الفرجاني إلى إدارة الشرطة العسكرية والسجون وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة القضاء العسكري وجهاز التفتيش العسكري. هذا وتضمن التعميم أن الورفلي لا يتبع الأوامر والتعليمات العسكرية ويثير الفتن ويتسبب في إرباك المشهد في بني غازي على حد تعبيره. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث السبت إلى أديس أبابة للمشاركة في أعمال الدورة العادية 30 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير محمود عفيفي في بيان له الجمعة، قال أن أبو الغيث سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وذلك بغية بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجامعة العربية والاتحاد للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومرافقة الأطراف الليبية في إتمام مختلف الاستحقاقات المقررة وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقترح إجراؤها في ليبيا خلال العام الجاري. تفاصيل أوفى على تمام السابعة. إلى اللقاء.